اهلا بالمشاهدين. طبعا مع اجواء اليوم الوطني السعودي الاحتفالات بهذه المناسبه ما زالت مستمره. ففي دبي مشاهدينا وبرعايه الشيخ بطي بن سهيل ال مكتوم نظمت احتفاليه بمناسبه اليوم الوطني 88 وحضر شخصيات كثيره. خلونا نشوف جانب من هذه الاحتفاليه في تقرير رندا ناطور. يلا. هنا في مدينة الشيخ محمد بن راشد أقيمت هذه الاحتفالية باليوم الوطني السعودي 88 برعاية الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم وحضور عدد من كبار الشخصيات والسفراء والإعلاميين في الدولة. احتفالية ما هي مستغربة يعني من عائلة آل مكتوم أو من حكام الإمارات بقيادة الشيخ خليفة وقيادة الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ بطي مشرفنا بالدعوة اليوم. ويعني الواحد ما يملك إلا الشكر الجزيل للشيخ بطي ولمعاونيه. ويرجع الفضل في تأسيس العلاقات المتينة بين الإمارات والسعودية للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود اللذين حرصا دائما على غرس وتوثيق هذه العلاقات بذاكرة الأجيال والسير على نهج الآباء المؤسسين وتوحيد الشعبين بوطن واحد. أي إنجاز في هذه الأوطان يجب أن يتزامن مع اليوم الوطني، لأنه ليس هناك أعظم من إنجاز توحيد وطن أو تأسيس وطن. كما تشاهدون احتفاءنا كسعوديين باليوم الوطني الإماراتي نجده أيضا فهناك محبة متبادلة وتنافس في المحبة فيما بيننا. المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم، وإحنا بنقول لهم ألف مبروك ودائما متعلقة. وإن احتفال دولة الإمارات هي دولة زايد وأولاد زايد وعام زايد، فهذا ليس غريب على دولة الإمارات الاحتفال بدولة شقيقة. احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي 88 ليس بالغريب، ولكنه جاء للتأكيد على عمق العلاقات بين الشقيقين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار. 23 من الشهر الحالي هو العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ولكن الاحتفالات بعيدها 88 ما زالت مستمرة. هنا في دبي وبرعاية كريمة من الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم أقيمت هذه الاحتفالية وحضرها عدد من كبار الشخصيات والسفراء والإعلاميين. لبرنامج صباح الخير يا عرب، رندا ناطور.